تذكر، للمجتمع المدني أجندة، أي قضايا ومصالح يدافع عنها كقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية. المجتمع المدني فضاء مناسب للأفراد والجماعات للتنظم والمشاركة. للمجتمع المدني عدة أدوار في مجال السياسات العمومية تتمثل في التعاون، الضغط، الرقابة، وتترجم هذه الأدوار عبر آليات ووسائل مشاركة أهمها ورقات السياسات، المناصرة، الرصد. ورقات السياسات هي وثيقة تتضمن توصيات علمية في مجال دقيق بطريقة مختصرة وعملية، تهدف إلى التأثير في صناع القرار عبر إدراج قضية أو مشكل على الأجندة الرسمية، تحليل قضية أو مشكل وتقديم تصورات حلول. تصدر ورقات السياسات في الغالب عن مراكز أو مجموعات التفكير Think Tank. المناصرة مسار يهدف لتمكين أصحاب الحقوق خاصة الفئات الضعيفة والهشة من المشاركة الفعلية في إدارة شؤونهم من خلال التأثير في صناع القرار أو المواطنين بهدف أحداث تغيير في السياسات العمومية أو الرأي العام. هذا ما يجعل المناصرة ذات أبعاد متعددة: سياسي، أي عملية مشاركة تهدف لإحداث تغيير، حقوقي، أي مقاربة مدمجة تشرك الفئات المعنية، عملياتي، أي بطريقة منظمة تعتمد على التخطيط، اتصالي، أي للإقناع بالاعتماد على مهارات الاتصال. تقدم المناصرة لمنظمات المجتمع المدني علبة أدوات عملية وفعالة. الرصد هي عملية مستمرة تهدف إلى مرافقة السياسات العمومية وإصدار تقارير دورية حولها. عملية الرصد هي عملية رقابية للأداء العمومي للتثبت من مدى نجاعة وفعالية الإجراءات والآليات، مدى الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة والتلاؤم مع انتظاراتهم. تعتمد عملية رصد السياسات على مؤشرات المتابعة والتقييم، لكن تختلف عنها من جهة: المهمة رقابة خارجية، الغاية مساءلة مجتمعية لأداء السلطات والمؤسسات العمومية. إتاحة هذه الآليات والأدوات لمنظمات المجتمع المدني عبر التمكين بدعم القدرات والمرافقة شرط ضروري لمشاركة فعالية في مجال السياسات العمومية.